الأستاذ الأديب والشاعر والباحث خالد سعود الزيد ولد في الكويت في 27 من يناير 1937. بدأ الدراسة في المدرسة القبلية عام 1943 ثم المدرسة المباركية عام 1951. ترك الدراسة للعمل عام 1957 وظل يعمل حتى أحيل على التقاعد عام 1986. كان من مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وفي عام 1967 انتخب أميناً عاماً للرابطة حتى عام 1973. كان واحداً من مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء في الكويت، وأحد أعضاء هيئة تحريرها منذ صدور عددها الأول في أبريل عام 1966، وقد تولى سكرتارية تحرير المجلة وعين رئيساً لتحريرها عدة مرات. رئيس لجنة تشجيع المؤلفات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب منذ عام 1991 وحتى تاريخه. عين عضواً في المجلس الاستشاري للإعلام منذ عام 1991 وحتى عام 1993. حصل على جائزة الكويت التقديرية في الآداب والفنون لعام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في حقل تاريخ الأدب العربي الحديث. أعدت مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء في الكويت ملفاً خاصاً عن خالد سعود الزيد في العدد 225 ديسمبر 1984. حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990. أقام معرضاً للمخطوطات العربية والكويتية والمطبوعات الكويتية النادرة بمقر رابطة الأدباء في الكويت في الفترة ما بين 13 حتى 20 فبراير 1990. له 23 مؤلفا، أهمها من الأمثال العامية أدباء الكويت في قرنين، الجزء الأول، خالد الفرج حياته وآثاره، أدباء الكويت في قرنين الجزء الثاني، أدباء الكويت في قرنين الجزء الثالث، الكويت في دليل الخليج السفر التاريخي، الكويت في دليل الخليج السفر الجغرافي، قصص يتيمة في المجلات الكويتية، مسرحيات يتيمة في المجلات الكويتية، مقالات ووثائق عن المسرح في الكويت، هذا بالإضافة إلى دواوينه الشعرية، كلمات من الألواح، بين واديك والقرى، صلوات من كاظمة، صلوات في معبد مهجور. خالد سعود الزيد، هذا الاسم الذي حمل على كاهله تراث أدبي كبير، ثم ترجم هذا التراث إلى أعمال تثري المكتبة الأدبية الكويتية. الحديث عن الأستاذ خالد سعود الزيد متسع الأرجاء متشعب الوجوه، وذلك يعود إلى تشعب اهتماماته وتنوع عطاءاته. فالأستاذ خالد شاعر له موقعه المميز في خارطة الشعر الكويتي، ولتجربته خصوصيتها، والحديث يطول في هذا المجال. والأستاذ خالد باحث مدقق ودؤوب، ويختار دائما الجوانب الشاقة في البحث. خالد سعود رجل استطاع أن يؤسس مع نفر، مع بضعة نفر، في هذه المرحلة المؤسسات الثقافية القائمة الآن بما فيها الرابطة التي رابطة الأدباء ومن ثم مجلتها البيان وفي غيرها،
في تلك المرحلة لم يكن هناك أحد يتحمس كثيرا للأعمال التطوعية، ولم يكن هناك مراكز ثقافية إلا القليل. كان لابد أن تنهض الدولة من جديد، وكان لابد من بضعة نفر يتحملون العبء، عبء الإنشاء والتأسيس والبناء والمجادلة وغيرها. أنا أعرف الأستاذ خاسم الزيد من حوالي 40 سنة، وعلى هالمدى الطويل يعني في احتكاك بيناتنا عميق على مستوى العلاقة الشخصية وعلى مستوى القراءة وتبادل المعلومات، تبادل الأفكار، المناقشات. فكلما امتد الوقت كلما زدت له احتراما وتقديرا. وكتب التي الكتب التي أخرجها الأستاذ خالد تدل على ذلك، يعني أنت لا تملك إلا أن تحترمه عندما تقرأ له. أستاذنا أبو سعود شاعر، والكلمة الشاعرة منها ما يصافح الأسماع ومنها ما يخطف البصر. أما شأن الكلمة الشعرية عند أبي سعود فشأن آخر. الكلمة عند أبي سعود رحم تتخلق فيه حياة شاعرة نابضة، وعلى كثرة ما قرأت قليل من الناس الذي يبلغ هذا المستوى. لست بحاجة إذا أردت أن تحلل شعرا أن تستعرض الديوان كله من أوله إلى آخره، فإن الخلية الشعرية في أي قصيدة تتجسد فيها كل خصائص الشاعر وتشي وتنم عن كل إمكانات إبداعه، وهذا ما تجده في أي كلمة يقولها الأستاذ خالد سعود الزيد. خالد سعود الزيد واحد من أحب الشخصيات إلى قلبي لسببين: السبب الأول إنساني، والسبب الثاني إبداعي. السبب الإنساني يرتبط بشخصيته العذبة المحبة التي لا تعرف الملق أو النفاق، وإنما هي شخصية طبيعية فطرية متدفقة، ليس هناك فارق بين ما في داخلها وما في خارجها. شخصية تتمتع بدرجة عالية نادرة من الصدق تمكنها من التأثير على الآخرين. صفات الأمانة والنزاهة صفات أساسية في شخصية خالد سعود الزيد، وهي صفات جعلت من يقترب منه يظل على علاقة محبة به إلى الأبد. وأنا أتصور أن هذه الصفات أساسية أيضا في شعره، لأنه في تقديري ليس هناك فارق كبير بين خالد الإنسان وخالد الشاعر. بعد مرور قرابة 62 عاما من عمر الأستاذ خالد سعود الزيد المديد والثري بالعطاء، 40 ربيعا منها قضاها في شؤون الأدب والفكر، بدأت رحلة أخرى وتحول ملفت في حياة الشاعر الأديب الباحث خالد سعود الزيد، ألا وهي رحلة التفكر والبحث في أعماق الذات والتأمل في بديع خلق الله عبر الطبيعة والكون. هذه الرحلة التي بدأت منذ عامين تنتصف أيام أسبوعها، فمن السبت حتى الثلاثاء يقضيها الأستاذ في مكتبته بالمنزل مع محبيه وأصدقائه ومريديه من تلامذته، أما أيام الأربعاء إلى الجمعة فيقضيها في مزرعته في العبدلي، حيث يكتشف ويجد نمطا آخر من التأمل والسكينة، يطلق الخيال في الصحراء والفضاء والآفاق والسماء والمطلق. بداية أستاذ خالد سعود الزيد، يقال والذكريات صدى السنين الحاكي. حدثنا أستاذ خالد
سعود الزيد عن البدايات الطفولة، أثر الطفولة في تكوين الإنسان والعقل والوجدان، تحديدا بالنسبة لكم أثر هذه المرحلة في تكوين خالد سعود الزيد الأديب الشاعر الباحث الموثق والإنسان، أثر هذه المرحلة في سفركم إلى الأعماق وإلى الذات، وفي سفركم إلى الخارج نحو الكون والحياة والمجتمع. عزيزي رضا، أنا ولدت في حي القبلة. نعم. ناس سمون الفريج اللي ولد فيه فريج الشاوي، شاوي ضبية، ناس سمونه فريج الساير. نعم. ما له تسمية. نعم. محددة. ولكني ولدت في البيت الذي ولد فيه والدي أيضا. نعم. والدي مواليد 1905. أنا ولدت في شهر يناير من عام 1937، وتروي والدتي كلما لاحظت شيطنتي وشقائي ولعبي الكثير مع الأطفال، كانت تروي لي ولي صديقاتها أيضا أنني في الشهر العاشر حين كنت رضيعا كانت ترضعني، وكان الحليب يتساقط من فمي شبعا. في هذه الأثناء دخلت إحدى جاراتها ومعها طفل رضيع لكي ترضعه والدتي على طريقة الناس القدماء. نعم. في الكويت واحدة ترضع للأخرى هكذا. نعم. شأنهم. فتقول والدتي إن منذ دخلت تلك المرأة صرخت وكأنما أصبت بعين. نعم. وامتنعت عن الرضاعة وأخذت تطوف بي عند الحوايين العطارين وغيرهم لتعالجني، وما بقيت وصفة طبية إلا وحاولوها معي. وتروي والدتي أيضا أن إحدى صديقاتها قالت لها إن الغلام أصيب بعين، وحتى تزول هذه العين لابد من أن يحمى رصاص ويذاب ويوضع إناء على رأسي ويسكب هذا الرصاص في هذا الإناء الذي على رأسي لتطير فرقعات الرصاص المتساقط في الماء عين الشرير. وتقول والدتي وقد فعلنا ذلك وقد شفاك الله بعد ذلك. نعم. نعم. ولكن من أثر هذه أن عيني اليمنى ضمرت حتى الآن، هي ضامرة لا أستطيع أن أرى بها في الشمس. نعم. أغلقها دائما، لذلك هي ضعيفة في النظر. وتسود المجتمع الكويتي روح المحبة والتكاتف والتعاطف فيما بينهم، والجيرة الطيبة سمة رائعة من سمات الكويتيين التي تجسد الوفاء والحنان والفزعة والعطاء بلا مقابل. فبيوت الحي تمتزج أسرة واحدة، والأحياء الفرجان من البحر إلى السور تنصهر في إطار الأسرة الكويتية الواحدة. وتعتني الجارة بالطفل الرضيع خالد سعود الزيد محبة ورحمة بوالدته موضي، وتلك إشارة صادقة حميمية للاعتناء والاهتمام ورعاية الشاعر الزيد منذ نعومة أظفاره، وكأنها
تستشعر مبكرا قيمة وأهمية هذا المولود وعطاءه الموعود لمجتمعه ووطنه والأدب والبحث والشعر. أخذتني حينما كنت طفلا جارتنا رحمها الله، وكانت جارة طيبة ونبيلة جدا، ويقالنا قد أنجبت ولدا واحدا وقد توفي هذا الولد. أخذتني من والدتي رحمة بوالدتي، لأن والدتي طفل بعد طفل، ولد بعد ولد، أو بعد بنت، كل عام تنجب أو كل عامين تنجب. لذلك كثير منا يموت وبعضنا يبقى. الخلاصة، أخذت جارتنا هذه من والدتي خالد، اعتنت بهذه الجارة، نشأت عندها. وبمرور السنوات هذه الجارة تزوجت من رجل بدوي وهي حضرية من عائلة كويتية معروفة اسمها موضي. تزوجت هذا البدوي، وصارت في أيام الربيع تخرج مع زوجها إلى مواضع الكلاء حيث ترعى الأغنام. كنت في أيام العطل المدرسية أخرج معهم حين ذاك. يومها كنت غلاما فتيا، قد تجاوزت السنة 16 تقريبا. في يوم من الأيام خالد، كانت واحدة اسمها موضي الديحانية هي مربيته، وطالعين من الفروانية عندهم غنم، وهذا هو زوجها، طالعين رايحين المكان اسمه نقرة سعيد سعيد. فقال خالد لي أنا وعبد الرحمن مش خلونا نروح حق أمي موضي. ورحنا ماشيين، مشينا الصبح من بيوتنا بالفروانية، وما وصلنا هناك إلا الظهر. يوم وصلنا ولهم متقدين، هذا يتقدم من ضحى ما ينتظرون يعني للظهر. فينا حنا ولا تعبانين وتافلين العافية، و لقيناهم متغدين وعطونا شوية لبن وتمر اللي عندهم. وبعدين رجعنا مرة ثانية لبيوتنا في الفروانية وناكل من العش وهذا. فهذه إحدى يعني المرات اللي كنا فيها ماشيين أنا وخالد وعبد الرحمن نامي من الفروانية رايحين نزور أمه، زرناها وردينا. وتعبنا ذاك اليوم، تمنا 3 أيام كل واحد رجولة عورة من المشي وروحه والردة، طول النهار رايحين جايين. ونمشي من جبله انا وياه نروح حق امه اللي مربيته بالفروانيه الدوغه. نمشي ماشي رايحين جايين، وقت الربيع نطلع جميعا كلنا، انت حاطط ونروح كلنا. لدى بالليل ننام، وش يسوي؟ هي عند روسنا، وهذا الخيمه هي نمش فيها وحنا ننام فيها الخيمة هذه، وانت يجمع فيها كلنا. ولدى بالليل عند روسنا يشخط لدى الفير. ليش شنو هذا خالد؟ قال هذا حية تبي تيكم وانا حيرها ما خليتيكم. قمنا بالليل الله يعزكم نلبس جواتينا وننام فيهم بالليل، ننام بالجواتي من الخوف. ولا قعدنا الصبح قام يشخط عند روسنا، وهذه حالتنا ماشي. سيرة عنترة أثرت في أولا للغة السجع فيها، ثانيا أشعار عنترة الحماسية أيضا كانت عامل من عوامل شيطنتي. نعم. يدعون عنترة والرماح. نعم. كأنها أشطار. بعدها قرأت، بعد سيرة عنترة قرأت سيرة الزير سالم،
اللي يسمى المهلهل، تسميه السيرة بأنه الزير سالم. طبعا لا علاقة لهذا الاسم باسمي الحقيقي. نعم. هو مهلل بن ربيعة أخو كليب واعل. دعنا من هذا، لكن كنت أخرج مع مرضعتي هذه أو والدتي هذه إلى مواضع الكلاء، ومعي قراءاتي في الشعر الجاهلي. حينما أرى مثلا ضبا من الضبس وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برثنه ما ينحفر، كنت في هذه الصحراء أيام الأمطار أيضا أتلفت وفي ذاكرتي قصائد المعلقات. كنت أبحث عن دارة جلجل، أين دارة جلجل التي قال فيها امرؤ القيس بعد رحلها: ويا عجبا للجازر المتبذل، فظل العذارى يرتمين بشحمها وبلحمها وشحم كهداء بالدمقس المفتل. كنت أبحث عن هذه المعاني، عن دارة الجلجل، عن الجواع حيث كانت عبلة: يا دار عبلة بالجواع تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. أين الجواع من هذا المكان الذي نتربع به؟ أين المتذلم الذي ذكره زهير بن أبي سلمة في معلقته؟ كنت أتجول بداخلي من خلال الشعر الجاهلي لعلي أجد في الواقع الذي أعيشه في هذه الصحراء عن هذه المواقع، أو عن عبلة صاحبة عنترة، أو عن فاطمة: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، فاطمة صاحبة امرئ القيس. وكنت أتلفت كلما رأيت ضعينة أي جملا يقوده شخص وعليه الضعينة المرأة، كنت أتلفت إلى الماضي حيث ضعينة ربيعة بن مكدم. أين هذه الضعينة من ضعينة ربيعة بن مكدم المشهور يقال عنه صاحب الضعينة؟ الشعر الجاهلي لعب دوره في حياتي. لذلك كانت بداياتي في الشعر بدايات نسيجة أو نسيج ألفاظها من الشعر الجاهلي. في هذه الفترة كنت كتبت مقالة سنة 53 على ما أذكر من خلال قراءاتي في كتب الأدب والتراث والتاريخ. كتبت مقالة سنة 53 عن المثنى ابن حارثة الشيباني، وكنت به معجبا. جمعت هذه المقالة من قراءاتي في الكتب والتاريخ وأعطيتها مدرس اللغة العربية سويلم رحمة الله عليه، أظن توفي الآن. نعم. سنة 53. أعطيت المقالة لتنشر في مجلة اليقظة المدرسية المباركية. يبدو أن الأستاذ سويلم رحمه الله قد شك في مقدرتي على هذه الكتابة. فعبثا حاولت أن أقنعه بأني كاتب هذه المقالة وأني أحفظها والله عن ضار قلب، ولكنه لم يقتنع. من تلك اللحظة عزفت عن النثر. وتوجهت نحو الشعر. وكان خالد يعني له اهتماماته الأدبية بعد الصبا، فكان يعني له نوع من الاهتمام الزايد بالأدب في صباه. وكنا يعني في أيامها في المدرسة، ثم بعدين في ثانوية شفيخ، في مدرسة ثانوية شفيخ، أذكر أن في يوم احتلال فلسطين
سووا في المدرسة حفلة احتفال بخصوص فلسطين، فكان خالد جهز له قصيدة، وهذه من القصائد الأولى اللي يعني يتحدث فيها عن فلسطين وعن اغتصابها وعن هذا. فيقول في بيت أنا حافظة من ذاك اليوم، يمكن في سنة 1955 يعني الاحتفال، يقول هذه فلسطين الجريحة تشتكي في كل واد صيحة وعويل، أحد أبيات هذه القصيدة. نشرت في مجلة اليقظة بدايات الشعرية، لكن القصيدة التي أثارت انتباه الطلاب من حولي والمدرسين ألقيتها سنة 54 بمناسبة المولد النبوي. هذه أعطتني ثقة بنفسي كشاعر. مطلعها على ما أذكر: نور بمكة قد أضاء وأشرق، وأبان للناس الهداية والتقى، ومحى رسوم الجاهلية كلها، وأقام عدلا في البرية مطلقا، لله ما أنجبت يا ابنة يعرب صلتا كريما بالسعادة مشرقا. طالع الألفاظ صلتا وغيره. فبيوم مولده تقاصر قيصر، إذ قالت الكهان حسبك ما بقى، واهتز إيوان الأعاجم معلنا بالانتهاء إلى اللقاء إلى اللقاء. هلا ذكرتم جيش أبرهة الذي قد جاء يزخر كالعباب مصفقا، فدهته داهية وليست فيلقا، لكن طير الله أمسى فيلقا. هنا ضجت القاعة بالتصفيق، وأعطيت فرصة لتناول كأس الماء. تناولت كأس الماء وأنا أشرب، أيضا طلبت من الطلبة أن يستمروا في التصفيق حتى أرتاح شوية، فضجت القاعة بالضحك وصار شيء من المرح، وأتممت القصيدة، فصار للقصيدة صدى في نفوس المدرسين وفي نفوس الطلبة. وأعتقد طلبت مني وزارة الأوقاف ذاك إدارة الأوقاف ذاك اليوم أن ألقيها أيضا في نفس حفلهم الذي يقام سنويا بمناسبة المولد. وألقيتها في هذا مسجد البحر، بس من بحر ألقيت توقيم الحفل هناك. فمن يوم أو من ذلك الحين أحسست بأني شاعر، أستطيع أن أنظم الشعر أو على الأقل. في بعدها أمم عبد الناصر القنال وأقيم احتفال في ثانوية الشويخ، وألقيت قصيدة بهذه المناسبة، أذكر أن منها أو مطلعها ما لهذا الصب أعياه السعم، بات لا يدري مدى هم الهمم، والمعالي لا يلقاها سوى من تلقاها بسيف وقلم. إلى أن قلت: أممت مصر قناها فانبرى، كل نذل هائجا يا للسعم يا للسقم، نحن أممنا المعالي قبلها، فلم التهريج ما هذا الصمم. حتى ظن بعضهم أني لما قلت أنه أممنا المعالي قبلها فلم التهريج، ظن لم تهريج مصر على تميم القنال. لا، مصر لا، جزء من الأمة. لا، ليس هذا المقصود، طبعا ليس هذا المقصود. فبينت لهم أني أقول لهم نحن أممنا المعالي كأمة. يوم كنا أمة حقيقية في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية وما وغير ذلك. فبعدها ألقيت قصيدة ما أعرف في مناسبة أو كذا سنة 57 في ثانوية الشويخ، لكن
بعد المطلع بيت هكذا كان. أنتم كالكلب في إقدامه إن رجمناه تولى واستكانا. أنا أعني الغرب. نعم. أنتم كالكلب في إقدامه إن رجمناه تولى واستكانا. لكن أنا ماذا فعلت؟ أقول أنتم وأنا أشير الأساتدة فرجت القاعة بضحك حتى المدرسون ضحكوا. أنتم كالكلب في إقدامه إن رجع، خاصة الطلبة كانوا محشورين ومحشوين من المدرسين. فجاءت أو جاء هذا البيت لي. هذه تقريبا البدايات. إلا أن بدايتي مع الزير سالم في نفس الوقت قرأت كتاب لحسن السندوبي رحمه الله، محقق ديوان امرئ القيس، اسمه ديوان امرئ القيس والمراقسة. المراقسة جمع امرئ القيس على رأيه، جمع كل في هذا الكتاب كل من اسمه امرؤ القيس جمعه في هذا الكتاب كمعجم، يعني كمعجم وبعض القصائد. من هؤلاء الذين كان يطلق عليهم اسم امرئ القيس الزير سالم المهلهل. فقرأت ما أورد له من شعر في هذا الديوان، لكن لم يعجبني أنه لم يستعن بالسيرة الشعبية. كنت أظن أن السير الشعبية سير حقيقية، لا يمكن أن يتفتق الخيال أو لا يمكن أن يكذب الراوي. نعم. يعني يكون يعني قصائد عنترة أو قصيرة عنترة أو أنا أراها حقيقية، حتى كنت أجادل أبوي وليست شطحا من الخيال. لا، كنت أجادل والدي بأن هذه قصائد حقيقية وأن السيرة سيرة حقيقية والأشخاص حقيقيون والأحداث حقيقية. فلذلك من هذا المنطلق صرت أبحث في المضان وفي الكتب عن شعر المهلهل حتى أجمعه. وفعلا سقطها الأشعار كثيرة لم يدونها سندوبي رحمة الله عليه في ديوان امرئ القيس والمراقسة. في وجدت عند ابن الأثير وعند ابن كثير، يعني في وفي كتب الأدب كثير من القصائد التي لم يلم بها السندوبي رحمه الله، ولا تزال موجودة عندي. كنت في مطلع حياتي وطفولتي كنت أيضا سقط على الديوان عنترة المحقق. كنت أحاول أقلد شعر عنتر. لا تزال بداياتي موجودة على هوامش الديوان. على هوامش ديوان عنترة مسجلة على هذا الهامش. طبعا بدايات سقيمة، لكن لم يستقم الشعر معي كما قلت لك لسنة 54 في قصيدة نور بمكة قد أضاء وأشرق. بدايات الدراسة كيف كانت؟ أين بدأت؟ وحتى متى استمرت؟ درست في المدرسة القبلية. أذكر من مدرسي ونظار المدرسة القبلية، أذكر لا أزال يعني لا أتبين صورة المرحوم عبد الملك الصالح، لكنه كان أول ناظر أظن للمدرسة القبلية. وأذكر جولاته في حوش المدرسة في ساعة المدرسة وهو واضع كلتا يديه وراءه ممسكا بعصاه السوداء. كنا نهابه مهابة إجلال ونحترمه جدا، وكنا نحترم معظم يعني كل مدرسينا يعني من نظار المدرسة، من بعد بعض الأساتذة المصريين من مصر رحمهم الله، أظن بعضهم توفي لأن هذه قديمة القضية. بدر سيد رجب الله يرحمه كان ناظر المدرسة من مدرسي في الحساب والرياضيات. أذكر أول شيء في الروضة لما كنا في السنوات الأولى إبراهيم المقاوي أطل الله عمره، والآن صاحب المطبعة والمكتبة المشهورة. ونعم الرجل هو. وأذكر أيضا منهم الأستاذ عبد العزيز العدساني
يعمل مع الشيخ علي الجسار في لجنة المناقصات ونعم الرجل. نعم نعم. يعني هذا من المدرسين أيضا في الذين تعلمت منهم كثيرا. نعم. صالح شاب رحمة الله عليه الله يرحمه. نعم. درسنا في المدرسة القبلية، أذكر من درسنا اللغة الإنجليزية. نعم. كان يعلمنا الفرق بين البي والبي. نعم. يشعل الثقاب الكبريت. نعم. ويقول بي. نعم. فيطفى. نعم. اللهب. نعم. اللهب. نعم. والبي عادية. نعم. نعم. فهذه من الأشياء اللي أنا أذكرها. بعد القبلية طبعا سنة 52 تحولنا بعد الانتهاء الابتدائية. نعم. طبعا لبداية عاد المتوسطة اليوم. نعم. انتقلنا إلى المدرسة المباركية. نعم. في السوق. أي عام أي سنة؟ سنة 52. 52. نعم. وهذا ستشوف فرع بالشهادة، في شهادة إن شاء الله الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. نعم. بعدها بسنتين أظن العام الدراسي 53-54 انتقلنا إلى ثانوية الشوك. نعم. وكان في عنابر لمن يرغب أن يكون في القسم الداخلي. نعم. نبات طيلة أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة. نعم. كان موفرين لنا الغداء والعشاء والريوق والأفطار. نعم. وفرش أيضا نظيفة وتخدم. نعم. كانت تخدم العنابر خدمة ممتازة جدا. الساعة السادسة دائما مساء علينا أن نحضر القاعة للمراجعة. نعم. قصب. نعم. ما يتخلف أحد. لو تخلفت يومين متتاليين تطرد من القسم الداخلي. بدء النظام التربوي. نعم. المقنن. فكنا ندرس من الساعة الثامنة، نجلس على الأقل مجبرين سواء كنا ندرس أو ما ندرس. نعم. فمن الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة. نعم. بعدها نذهب للعشاء. نعم. نتناول العشاء في قاعة المطعم ونعود إلى العنابر. الساعة 10 تطفأ الأنوار. الأنوار. نعم. وعلينا أن ننام بالقوة. مبكرين. مبكرين. نعم. تربية انضباط أيضا. هي تقريبا هم يحاولون يضبطوننا. نعم. لكن نعم. ما كنا منضبطين. نعم. جميل. فيعني بعد ذلك. بعد ذلك لم أستمر في الدراسة الثانوية. نعم. تركت المدرسة، اشتغلت في مصنع الطابوق الرملي الجيري. نعم. وأذكر من زملائي وهم لا تزال تربطن بهم علاقة طيبة وحميمة أيضا، من أجمل الناس هم، منهم عبد المحسن الصبيح، توفي في أيام الغزو مسكين. نعم الله يرحمه. رحمة الله عليه. نعم. يعني والأستاذ الأخ أحمد العتيجي. نعم. ربطتنا العلاقة يعني ربطنا العمل بعلاقة حميمة وأخوية. نعم. لا تزال قائمة إلى اليوم. نعم. فيما بيننا. نعم. يعني علاقات أيضا عائلية فيما بيننا. بعد المصنع الطابوق عندما باعت الحكومة حصتها. نعم. من المصنع. نعم. صار شركة مساهمة. تحولنا أنا وعبد المحسن الصبيح إلى وزارة ما يسمى اليوم بوزارة المواصلات. قبل يسمونها البريد والبرق والهاتف. نعم. تقريبا أي عام؟ تقريبا سنة 61. 61. نعم. من خلال تتبعنا لسيرتكم وحياتكم الاستنتاج أنه السيرة الشعبية والأمثال الشعبية كان لها الأثر البعيد والكبير في تكوين الإطار الفكري والأدبي والشخصية الفكرية والأدبية، البحث والكتابة والإنتاج الأدبي، وفي تفجر الأديب والمحقق والكاتب خالد سعود الزين. هل ترى أنه يعني الأمثال الشعبية والتراث الشعبي والسير الشعبية كان لها الأثر في توجيه يعني خالد سعود الزين الأديب إلى هذا الطريق،
وخصوصا من خلال الأثر الأول لكم وهو كتاب الأمثال الكويتية؟ بعد تحقيقي لديوان الزير سالم ولا يزال مخطوط، أخذ مني الأستاذ عباس العداد يحتفظ به الآن على ما أذكر، راقني أن أجمع الأمثال العامية، خاصة وأن الأمثال لها علاقة كما قلنا بالسير الشعبية من حيث السج، لغة السج، اللغة المسجوعة. جمعت هذه الأمثال العامية من أفواه الناس، والدتي تتكلم، عمي أحمد كان كل عبارة محشورة بمثلين عنده، فكنت أسجل هذه الأمثال وتجمعها ثم آتي للبيت وأضعها في دفتر خاص. ثم انتبهت إلى أني لابد من تقريب هذه الأمثال العامية الكويتية إلى القارئ العربي حتى يفهمها فهما جيدا، وإن كانت معظم هذه الأمثال عربية المعنى وعربية المبنى أيضا. فرحت أطالب في كتاب الأمثال للميدان، أطالب في البيان والتبيين للجاحظ، أطالب في كتب أدبية أخرى لعلي ألتقط مثلا عربيا يوافق مثلا عامية. كلما التقطت مثلا عربيا يوافق مثلا عامية وضعته وسجلته. أيضا التقطت الشعر العربي، أحفظ أنا كنت كثير من الشعر العربي من الأمثالي شعر المتنبي وغيره، فأحاول أن أضع لكل مثل عامي ما يقابله من أمثال عربية أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أشعار عربية. فجمعت تقريبا 1000 مثل عامي مع ما يقابلها من شعر أو مثل فصيح. سنة 60 رأى هذه المجموعة عندي المرحوم عبد الله الحاتم فأعجب بها، أخذها هو إلى وزارة الإعلام. ده كان دائرة المطبعة والنشر أعتقد كان يعمل في ذلك، وكان رئيسها طبعا شيخ صباح الأحمد أطال الله عمره، فبادروا بطبعها وفوجئت أن عبد الله الحاتم يجيني بعد شهر أو شهرين يقول لي اكتب مقدمة للكتاب، فبويت يعني كيف قبل، أنا كنت أظن كلام فاضي يعني. ما كان لا قيمة عندي، مجرد للتسلية. كتبت المقدمة، وكتبت مقدمة على الأمثال العربية وتاريخها وطبع وخرج إلى الأسواق سنة 1961. كانت بداية بالنسبة لي موفقة مع الأمثال، وكان نائب رئيس تحرير العربي في ذلك كان معجبا بالكتاب أيما أجاب في ذلك، وكان يثني عليه ويطري عليه، خاصة أنه من الناس الذين استشيروا في طبع الكتاب. لأن الكتاب لأول مرة يطبع في الجزيرة العربية عن الأمثال العامية. التراث الشعبي، تسجيل التراث الشعبي مهم، وأنا ما كنت أدري أن التراث الشعبي كان مهم. بعدين طبعا لما مضت السنون والأيام عرفت قيمة أنا هذا الكتاب. طبعا خرج بعد هذا الكتاب كتابان، كتاب للشيخ عبد الله النور رحمه الله عليه، وكتاب احمد البشر اللي طبعته وزاره الاعلام، وكتاب احمد البشر وفى القرض كاملا. وبعد ان انجز مشروعه الادبي البكر كتاب من الامثال العاميه عام 61،
يقول الأستاذ خالد سعود الزيد في دراسته تجربتي مع الشعر: بدلاً من أن يكون كتاب الأمثال باعثاً على مواصلة الكتابة، فقد تلاه عزوف شديد عن الشعر والنثر معاً. لقد وصف نفسه أنه ابتلي بغرور العابثين من أصحاب الثقافة الهزيلة، وظن أنه قيد نفسه في سجل الخالدين، وقال: ليس مهما عندي أن أجيد الكتابة بقدر ما هو مهم أن يعرفني الناس وأشتهر بينهم. لكنه بعد طول خمول وعزوف يقوم عام 1963 بزيارة للأستاذ عبد الله الحاتم في منزله بالزبدان في سوريا، فيعذله بشدة وقسوة، وإذا بالتغيير الجذري يهز وجدانه، وحول رياض الزبدان وما أن أضاء الفجر حتى تفجر الشعر مرة أخرى. بدأت في عام 63، نشرت في مجلة العربي قصيدة الزبداني. كنت في الزبداني وأعجبني منظر غروب الشمس وهي تغيب، والوادي تحت الجميل الأخضر، والماء منساب بين هذه الوديان، وهذه الخضرة الممتعة، وهذا الجبل القائم الشامخ. فالتفت وقلت: بأبي مغيب، بأبي مغيب الشمس في الزبداني، وقد انثنت كالمدن في النشوان، حيرة تقلب طرفها بكآبة نحو الوجود بحسرة الهيمان. وقفت قبيلة فأجه وتململت بيد الغروب، فأجهشت بدم يسيل على الربا متواني. فتعانق، يعني هي والجبل، فجر اللجين سبائكا قد ذوبته حرارة الأشجان. حورية خجلة تلوذ بشامق يزهو على الأيام ليس بفاني. فتعانق فجر اللجين سبائكا قد ذوبته حرارة الأشجان. جبل أقام على الوداد ملوحا بيديه رغم تقلب العدثان، إلى آخر القصيدة، ونشرت في مجلة العربي سنة 1963. على فكرة المرحوم حمد سعيدان أكثر من مرة أشار في مقالاته أن مجلة العربي لا تنشر للكويتيين، وهذا خطأ. وجاء باسمي كمثل على أن العربي لا تنشر لي، وهذا خطأ. أنا طبعا لم هذه الحقيقة والتاريخ على حمد سعيدان رحمة الله كعادتي، أنا ما أرد. لكن إيضاحا للحقيقة، نشرت عدة قصائد في مجلة العربي بزمن أحمد زكي، وكان أحمد زكي رحمة الله عليه يتصل بي في مكتبي شخصيا، وكنت أنا أعتبر ذلك مفخرة لي. كان يشجعني على الكتابة ومواصلة الكتابة، وكتبت نثرا، أول مقالة لي نشرت مجلة العربي سنة 1965 عن خالد الفرج. في الجزء الثاني من برنامج شخصيات كويتية مع الأستاذ الأديب الشاعر الباحث خالد سعود الزيد، نتحاور وإياه عن مفهوم الأبوة ومعانيها ودلالاتها ومستوياتها، ومنها الأبوة الصلبية في علاقته مع أبيه وتأثره به، ومنها أبوة الأدب من خلال مشروعه التوثيقي الرائد أدباء الكويت في قرنين، ورعايته للمؤلفات اليتيمة في الأدب الكويتي، إلى جانب كتابيه الهامين الكويت في دليل الخليج، السفر التاريخي والسفر الجغرافي.